لما تخش الثمانية
نقول شمال كده فنقطع كمية في اللين كده. يبقى هنبتدي بقى مع قاعدة أساسية، لازم أي شكل مغلق لازم أعمل فيها مش رصين. أفتح اللين الشكل ده كنت إزاي؟ بمنتهى السهولة. أنا إيه؟ نطلع كده. يا طلاب بسيطة، هشيل اللينكات وأحط مكانه ليه مش رصين. الفرصة اللي جوه اللينك. طيب، دي بقى أنتوا عارفينها الحتة جاية. بعد بص كده موال عامل
بعدين